شيل الليلة شيل الليلة واصل لحظة تستاهل تستاهل أنا مش قلت أجري تعال أحس بيك قلبي يا أبوي ضيعتي عليه العمر يا أبوي وأنا ليا معاك الحكاية شيلها شيل الليلة سلامات 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 عرب لهم قلبي يا ابوي راح اقول للزين سلامات 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 على حسي ولاد قلبي يا ابوي زين سلامات 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 على حسي لا مرطر 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 حكايات 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 تعال يا احمد احمد تعال امش جهري حكايات الشيء حقك خليه الاول اللي سمعتها ودنا بالطيب مر الزمن جحد طيب كل ما تخلص مع الناس كانك تغشها الكلام مدت وما لا تحرى واستجيب كان جاتك سالمة حب يدك وخشها ودنا بالطيب بس الزمن جحد طيب كل ما نخلص مع الناس كنك تغشها يا الكلام مدت وفا لا تحرى واستجيب كان جاتك سالمة حب يدك وخشها كان جاتك سالمة حب يدك وخشها طيب حمار الوان مسيوم في خده عز الله النشام عز الله النشام متجاوز الحده لجيش وسط الشوارق من ودي يا اللي حمار هذا وش الخروج اللي تقول من يا عمني بالله يطول عمرك اتمنى انك تشغل يا حمار اي اللي يا حمار الورد يا عمني بما ان الامبراطور يعني الله يطول عمرك وجهه مثل وجهي انت اسمع اسمع عمني 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 بالله يطول عمرك زين اسمعوا صاحب الهندسه الصوتيه صلى على النبي الجميل اسمعوا تشغل لي يا حمار الورد ايه يا ايه يا ورقة عنب اسمعني واسمع دعايلك يقول تخير وخاو من الرياجين نادر نوع طيب يعز الرفيق من المناقيد ويحن ولا قوة اللي كان التاير المرقوع يمشيك لكن ما تمطمن تعيش تعيش ابريم تعيش ابريم يقول الطيب اسم الرياجين مخلوق والفضل لله والجمال تبدا بدا وانا اليا مني ملكتك بمعروف ما قدرت ترجعه لا ترد اسمع 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 دقيقة واحدة صل على النبي قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله اسمع الريح واحد واحد اسمع يقول فيني شعور يثير دايم قلي طيب يلا لا تكتب لي ذنوب منه غنى اضيق لو شفت ارخم وتصلي ما ودهم يدخلون الجنة الجنة بس مرة يعني مصرف قلت وافتخر فيه واعتز فيه عرف السنابي وشرواه واحد سرور يوم غادر حراوي ارتاح واسوم بسط عقب اسمع 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 بنات شي خالد يقول يالله لا تجعلنا موقف نحرج طيب عند الخسيس اللي فراسه نعاجه طيب يالله لا تخلي للي لهم عج طيب والطيب وجيه غشاها ابتهاجه الوجه يضحك والقفا ما ابو مهرج طيب على اساس ولا بحواجه بدرنجوم كل ما طال من هرج كل اللي ضوح له نشام اسراجه وانا بخير وراس قوم لهم برد لما القشر والشر ثمر عجاجه الطيب ورثي لي عشاقه ومنهج والله يجنبنا الرخم والحلاجه ولا غير لا الصوم والحج سبحانه
شكوى هم من انفراجه سبحت بسم اللي بروق احتلا عج من معصراته فج ماها وهاجه مسيل اللي هو العقل لا من تدرج من نيفها والصبح ولا الاحجاجه سلامتك رجاء ذا عنده قصيده رجاء ذا عنده السلام سلام حمودي يا احمد ارحب السلام وينك متاخر معاون الامبراطور كان يخلص في شيء بعد جبتكم مفاجاه ان شاء الله